والحصر الإضافي ثلاثة أنواع: حصر إفراد، حصر قلب، حصر تعيين بياء عين ونون. النوع الأول هو حصر الإفراد من أجل أن المخاطب يعتقد المشاركة في هذا الحكم، كما لو قلنا مثلا في من كان عنده صديقان أحدهما أحمد والآخر محمد، فاعتقد أن أحمد ومحمد قد سافرا، فتقول له إنما المسافر أحمد، هذا قصر إفراد، فأفردت أحمد بالسفر لأن المخاطب يعتقد أنهما قد اشتركا في السفر. قصر القلب وهو أن تأتي بحكم يخالف ما في معتقد المخاطب، مثاله لو اعتقد أن محمدا هو المسافر فماذا تقول؟ إنما المسافر أحمد. قصر التعيين وذلك بأن يتردد المخاطب أو يكون عنده شيء من الشك في أيهما المسافر فتقول إنما المسافر أحمد. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم. الغلو